السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة سرشاجي. ازيكم؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله. لو انت واحد مبتدئ وعايز تحط كل الادوات عندك في زرار واحد او تاب واحد، او لو انت واحد محترف وعايز مثلا تجمع الحاجات المهمة اللي انت بتستخدمها كتير بحيث انت متقعدش تتنقل ما بين كل حاجة وحاجة، فدي ده اختيار وده اختيار، ويعني وانت بقى انت ودماغك. لو انت عايز تكريت التاب الجديده اللي هنا دي، او عايز تكريت اي تاب، هندوس على كليك يمين هنا في اي حته في المكان هنا كده، وندوس على كاستمايز ريبون. تمام، هندوس عليها اهي دلوقتي بس بتحمل، وهنيجي هنا في حاجات اسمها نيو تاب، هندوس على نيو تاب، وهنيجي عند نيو تاب دي من فوق اهي مكتوب اهي، وندوس على كليك يمين، ندوس رينيم، وانا هخليها مثلا باسم تحسين لان انا اسمي محمد تحسين، وندوس اوكي، وهنشيل مثلا الجروب ده كده، كليك يمين وندوس ريموف. تمام، بقى كده ظهر تحسين اهي، ده تحسين، تحسين دي فاضية اهي، دوس كليك يمين كاستمايز ذا ريبون ونختار. لو انت مثلا عارف الكوماندز او اللي عارف الحاجات اللي موجودة، او لو انت بتجمع حاجة معينة، انا مثلا بجمع اللي انا بختار المين تابس. المين تابس دي اللي هي الهوم اللي فيها كل حاجة، لو انت اخترت مثلا هوم هتلاقي فيها الكليب بورد وكذا، فانا هجيب دي مثلا، دي محتاجة كتير، هتدوس اد هتنزل تحت هنا. بص، اول ما تدوس اد نزلت الكليب بورد، دي نزلت هنا. الالاينمنت دي لا مش قوي، النمبر، الستايلز، الستايلز دي مثلا هحتاج ان انا اضيف الكونديشنال فورماتنج. لو انا جيت دوست الكونديشنال فورماتنج مش هتقرا ليه، بيقول لك تو كرييت ا جروب، يبقى لازم تكريت جروب هنا كده. لا، ندوس كده نشيلها، كليك يمين هنا ونعمل ريموف، ونيجي هنا عند تحسين ونعمل نيو جروب، نعمل نيو جروب كده ونعمل عند كونديشنال فورماتنج وندوس اد، هتنزل اهي، ندوس اوكي، ده اللي نزل اهو، وهكذا كاستمايز، ونكمل بقى الكاستمايزيشن وندوس على المين تاب. لو انت عايز تعرف حاجة معينة هتيجي مثلا عند المكان اللي انت عايزه، يعني وليكن انا عايز الفورمات بينتر دي هتلاقيها في حاجة اسمها كليب بورد في الهوم، يبقى انت هتيجي هنا في تحسين كاستمايز ذا ريبون، وهنيجي في المين تابس اهو، الهوم في فورمات بينتر، هنيجي نحطها تحت النيو جروب، هندوس اد، نزلت الفورمات بينتر. بص اهي هتنزل اهي، اهي نزلت اهي، وهكذا. انت مثلا محتاج مثلا الداتا اللي هو الفلتر، هندوس مين تاب اهي، الداتا داتا سورت اند فلتر، وندوس اد، دوس اوكي، الفلتر اهو، وهكذا وهكذا وهكذا، تقعد تملى لحد ما تخلص كل حاجة، بحيث ان انت متقعدش تنقل ما بين كل واحدة والتانية. بس كده، انا حبيت بس ان انا افهمكم حاجة بسيطة جدا في الموضوع ده. ولو مش عاجبك بقى التحسين دي خالص او عايز تشيلها، هندوس كليك يمين كاستمايز ذا ريبون، ونيجي عند تحسين كليك يمين و شو، لو عايز تعمل شو تاب عايز تخليها يعني تشيلها بس تبقى موجودة، يعني دي شو تاب هتبقى تحسين دي مش موجودة، بس هي يعني لو انت عملت كاستمايز ذا ريبون وجيت عند تحسين عملت كده، تحسين رجع التاني اهي. تمام، لو انت عايز تشيل التاب ده كله تروح جايز كاستمايز ذا ريبون وتيجي عند تحسين كليك يمين وريموف تاب وتشيلت. لو انت عايز تنقل التحسين من هنا لهنا يبقى تدوس كاستمايز ذا ريبون وتروح شاد التحسين كده مثلا بعد الداتا مثلا ونخليها هنا، هتبقى هنا بعد الداتا، داتا تحسين. لو عايز بقى تشيلها خالص يبقى تيجي عند تحسين وتيجي كليك يمين وريموف ودوس اوكي. بس كده، اتمنى اكون فدتكم، واتمنى ان شاء الله ان شاء الله تستفيدوا. ولو في حاجه محتاجه في الاكسل ابعت لي في الكومنتات، ان شاء الله بشوف كل الكومنتات. وشكرا جدا ليكم، وما تنساش تعمل لايك، وطبعا تدعمني بالاشتراك، وعشان فعلا انا محتاج دعمكم واشتراككم. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد حسين من قناه سرشاجي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.